تقدم التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، نسائلكم عن مدى التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. شكرا. جواب السيد الوزير. التحول الرقمي جاي في الاستراتيجية الكبيرة ديال التعليم العالي، لا من حيث التجاوب مع الطلبات ديال الشباب، ولكن كذلك حتى في البيداغوجية وحتى في المنصة الإلكترونية اللي اليوم حنا خدامين عليها، اللي تنتمناو ان شاء الله من الاخر السنه تكون موجوده، باش لا الدروس ولا التجاوب مع الطلبه، وغادي يكون عندهم واحد لابليكاسيون سمارت فون اللي غادي يوليو يتجاوبوا مع الاداره ويوليو يتجاوبوا مع الدروس ديالهم. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيده النائبه. نعم، شكرا سيده الرئيسه. سيد الوزير، كنشكركم على الجواب ديالكم، لكن ما جاوبش على الكثير من التساؤلات اللي كطرح نفسها بالحاح في عالم يتغير رقميا من حولنا. سيد الوزير، اذا كان لاي مؤسسه عموميه او غيرها الرغبه في اعتماد الرقمنه والنجاح في الاستفاده منها، لن تكون اكثر من القطاع الذي تشرفون عليه، لانه ياوي الفئه المثقفه ببلادنا. اننا في فريقنا نعلق الآمال على حكومتكم لمحاربة الهدر الزمني الجامعي برقمنة هذا القطاع، رغم المشاكل الكثيرة اللي كتواجهوا كضعف تغطية شبكة الانترنت في العديد من مناطق العالم القروي القريبة من المدن التي لا يستفيد طلابها من السكن الاجتماعي. سيد الوزير، لا يمكن لمخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي الذي اعتمدتموه أن ينجح بدون اللجوء إلى الرقمنة اللي كتعتبر دعامة أساسية للابتكار، وهو العنصر الذي أضيف إلى وزارتكم مؤخرا. ولما للرقمنة من إيجابيات عديدة، كالسرعة في تحليل البيانات وضمان الشفافية وتسهيل التواصل بين مختلف المتدخلين في الجامعة المغربية. لذا عليكم سيد الوزير أن تحاربوا الأمية الرقمية في الجامعات، وذلك من خلال أولا توفير الدعم المادي ومستلزمات التعليم الإلكتروني من حواسيب ووسائل العرض، ثانيا توفير قواعد بيانات ومكتبات افتراضيه، وايضا ربط جميع الجامعات بشبكه الانترنت بصبيب فائق السرعه على غرار جميع كليه جامعه القاضي عياد في مراكش. وشكرا. شكرا سيده النائبه. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ تفضل سيد الوزير للرد. الرئيسه، سيده النائبه، بغيت نشكرك لان المثال ديال مراكش هو اللي غادي نطبقوه على الصعيد الوطني. اليوم في جميع الجامعات عندنا سكون ابيل كومبيوس كونيكتي، لاي طالبه واي طالب غادي يدخل الانترنت وغادي يتبعو حتى للدار ديالو باش يدخل المنصات ديال الجامعه، ماشي باش يمشي لشي منصه اخرى، ولكن المنصات ديال الجامعه اللي فيها الدروس. انا متفق معك بان اليوم الرقمنه ولات بصلب التفكير وبصلب الاستراتيجيه. باش نعطيكم غير امثله، عندنا اليوم تقريبا 16000 استاذ جامعي واكثر من 1,240,000 طالبه وطالب، ما يمكنش نتعاملوا معاهم بهذا التاطير هذا وبهذه النسبه ديال التاطير. الرقمنه هي اللي غادي تخلينا نربحوا واحد 30 حتى 40% ديال نسبه التاطير، وهذا هو التوجه الكبير اللي عندنا اليوم، اللي احنا خدامين على المنصات اللي تنتمناو هو السنة المقبلة إن شاء الله تكون على الأقل بعدا واحد 50% ديال الدروس تكون على. شكرا سيد الوزير.